بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة سنخصصه للحديث عن قصة مريم العذراء. والعالم المسيحي هذه الأيام يحتفي بذكرى ميلاد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. فميلاد عيسى بن مريم كان ليلة 24 من دجنبر ونهار 25 دجنبر. لهذا الذي يتابع وسائل الإعلام العالمية سيلاحظ بأن العالم المسيحي في أوروبا وأمريكا وروسيا وإفريقيا الناس يحتفون بهذه الذكرى. المسيحيون عندهم عيدين عظيمين. العيد الأول يسمى عيد القيامة، والعيد الثاني هو عيد ميلاد المسيح عليه السلام. نحن المسلمون نحتفي بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، نحتفي بيوم مولده، لكن لا نحتفي بيوم وفاته. وإن كان إخواننا من أهل الشيعة هم من يحتفلون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون من أهل السنة والجماعة يكتفون فقط بالاحتفال بيوم مولده، لأنه يوم سعيد، يوم فيه فرح وسرور وبهجة وحبور، ولا ينبغي أن نحتفي بذكرى وفاته، لأنه أصلا حي في قلوبنا وحي دوما بالصلاة والسلام عليه. أما المسيحيون فإنهم يحتفلون بذكرى ميلاد يسوع المسيح عليه السلام في 14 من دجنبر، كما يحتفلون، لا يسمونه بيوم موته بل بعيد القيامة، حينما قام المسيح عليه السلام وصعد إلى السماوات العلى. القرآن الكريم قال فيه الله جل جلاله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعض العلماء قالوا بأن هذه الآية تحمل المشروعية في الاحتفال، والسلام علي يوم ولدت. يوم مولده عليه السلام كان فيه دعوة إلى السلام العالمي، دعوة إلى التسامح، دعوة إلى المحبة، دعوة إلى نبذ الكراهية والعنف وغير ذلك. القرآن الكريم هو أكثر الكتب التي احتفت بذكرى عيسى بن مريم، بل وبأمه السيدة مريم عليها السلام. في إحدى اللقاءات مع بعض المسيحيين والمسيحيات كنا نتدارس قضية الحوار بين الديانات، وبعض المسيحيات خصوصا من العالم العربي من سوريا ومن مصر ومن لبنان، حينما سمعوا قصة السيدة مريم العذراء الطاهرة المعصومة الزكية الطيبة التقية، كيف ذكرها القرآن الكريم، إذا بهم يأخذون هذا الكتاب ويقبلونه ويعنقنه بشدة ويقول إنه والله لقول حق. جدير بالمسلمين في مثل هذه المناسبات العالمية أنهم يمدون جسور الحوار مع أهل الديانات من اليهود والنصارى دون أن نخاف ودون أن نشعر بالوجل، لأن ما عندنا في القرآن العظيم قوي ومتين. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام من أجل الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تعالوا بنا نتحدث عن ملامح من سيرة هذه السيدة الطيبة مريم العذراء
يسمونها المقدسة. ثم في حلقة مقبلة إن شاء الله غدا إن بقينا من أهل الدنيا نتحدث عن قصة السيد المسيح عليه السلام، وكل ذلك من القرآن الكريم. لعل يسمع هذه الحلقة بعض المسيحيين فيقفون على صدق هذا القرآن وعلى عدل هذا القرآن وعلى إنصاف هذا القرآن. السيدة مريم بنت عمران تلقب بالسيدة الطاهرة، وتلقب بالسيدة العذراء، وبالسيدة المعصومة، وبالسيدة الزكية، وبالسيدة التقية. هي سيدة نساء عالمها، وهي من نسل نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. ذكرها القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وأفرد سورة بكاملها سماها سورة مريم، وذكر فيها الله عز وجل حيثيات هذه الوقائع التي جرت في ذلك العالم الغابر. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أمي، لم يقرأ ولا يكتب، ولم يسافر كثيرا إلا قليلا من أجل التجارة. فمن أين أتت هذه المعلومات الغزيرة والدقيقة عن أهل الكتاب، خصوصا عن مريم وابنها عيسى عليه السلام؟ يحكي القرآن الكريم عن آل عمران، وأيضا القرآن الكريم أفرد الصورة بكاملها سماها آل عمران. يكفي اليهود ويكفي النصارى أنهم يعترفون بصدق هذا الكتاب العزيز حينما أنصفهم، وحينما أفرد الصور بكاملها من الطوال بأسماء عائلات نصرانية، سورة آل عمران، سورة مريم وغير ذلك. يبتدئ القرآن الكريم فيحكي لنا عن زوجة عمران، وكانت تسمى حنة. حنة كانت امرأة صادقة وامرأة صالحة وامرأة ذاكرة، عمرت طويلا، لكنها المسكينة كانت عاقر لم تلد، وكانت دوما تناجي ربها أن يرزقها بمولود دائما وأبدا، ولكن لم ترزق بأي مولود، ونسيت الأمر. ويروى أنها في إحدى الأيام بينما هي تجلس تحت ظل شجرة أبصرت بطائر يطعم فرخا له، فريخ يطعم الوليد دياله، فتحركت العاطفة في قلبها وتمنت على الله: يا رب إنك رزقت هذا الطائر بمولود وأنا بشر، أدعوك وأصلي لك وأسجد لك، يا رب ارزقني بمولود، يا رب إن رزقتني بمولود ذكر علي ندر، شكرا لك، هذا الندر أنني سوف أتصدق بهذا المولود على بيت المقدس فيكون من خدامه. ندر عظيم من امرأة عظيمة، حنة زوجة عمران. عمران عليه السلام كان من أحبار بني إسرائيل، وكان رجل علم ورجل عبادة ورجل فضل عظيم، وكان مسلما الأمر لصاحب الأمر. يقول لها: يا حنة، هذا ربنا يتنزه في ملكه، لو شاء لأعطانا الذرية من الذكور والإناث. لاحظت يا حنة 70 سنة ونحن ندعو الله تعالى أن يرزقنا بالمولود ولم يشأ بقدرته، فما علينا إلا بالصبر. لكن حنة ظلت مصرة: يا رب إن رزقتني بمولود ذكر علي ندر أن أتصدق به على بيت المقدس. وما هي إلا أيام معدودات حتى إذا بحنة تكون حاملا، تحرك شيء في صدرها. يقول القرآن الكريم: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سميع، سمع دعوتها فأجابها، فشعرت بأن هناك شيئا يتحرك في بطنها. وما هي إلا أيام معدودات حتى تيقنت بأن
الله جل جلاله قد استجاب دعوتها ورزقها بحمل قريب. تلك الأيام وهي فرحة مسرورة شاءت قدرة الله أن يتوفى زوجها، قبض الله تعالى روح عمران، وأصبحت زوجته حنة أرملة وما في بطنها يتحرك، كانت تنتظر هذا المولود الذكر، تدعو ربها أن يكون ذكر ليخدم بيت الله. ولكن جاءتها المفاجأة، حينما وضعت المولود لم يكن ذكر وإنما كان أنثى، فاعتذرت إلى الله بعد الولادة قائلة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما أجاءها المخاض ووضعت المولود فوجئت بأنه أنثى والله أعلم بما وضعت، هذه جملة اعتراضية في كتاب الله، والله أعلم بما وضعت، كل شيء متدبير من المولى عز وجل. هي تقول وليس الذكر كالأنثى، عندها مبدأ المفاضلة، لأن المهمة التي سوف تقوم بها مريم لن يكون لا تليق بالإناث، فهي خاصة بالذكور، أن تكون خاصة بخدمة البيت. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت مريم مباركة، ولدت يتيمة وتوفي أبوها عمران وهي ما تزال في بطن أمها، الأم كانت كبيرة حوالي 70 سنة، أن لها أن تكفل هذه البنية. فاجتمع مجموعة من أهل العلم الذين كانوا يدرسون على يد عمران الذي هو من أكبر فقهاء بني إسرائيل، اجتمعوا وكلهم قال أنا سوف أكفلها أنا سوف أكفلها. فلما تسابق الناس لكفالة هذه البنية الصغيرة مريم، لأن كان فيها نور منذ أول وهلة، لما خرجت إلى الدنيا كان فيها نور يتلألأ، وكل من رآها يحبها ويودها، فتسابقوا من سيكون له الفضل ليكفل مريم. اجتمع فقهاء وعلماء بني إسرائيل وقالوا سوف نقوم بالقرعة، القرعة أن نرمي أقلامنا على مجرى النهر، ومن جرفت أقلامهم لن يكفلوها، ومن توقف قلمه هو من سوف يكفلها. لماذا استعملوا القلم؟ لأن أبا مريم عمران كان يعلمهم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. فلما ألقوا أقلامهم على الوادي إذا بالمياه، مياه النهر تجرف جميع الأقلام إلا قلم زكريا. زكريا كان أيضا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الآخر كان عاقرا كان لا يلد، فأعادوا القضية المرة الثانية والثالثة، فكان دوما قلم زكريا هو الذي يتوقف وبقية الأقلام تجرفها مياه النهر، فكفلها زكريا. هذا كلام سري لا يعلمه إلا أحبار بني إسرائيل. فنزل القرآن الكريم على لسان سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في منطقة قريش، يحكي عن هذه التفاصيل بدقة متناهية. من أخبره؟ أخبره الحق سبحانه وتعالى، إذ قال جل جلاله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اختصموا فيما بينهم، وجاء الوحي الإلهي في القرآن يكشف جميع التفاصيل لكي يعلموا بأن سيدنا محمد لا ينطق عن الهوى، بل كل ما يذكره وحي صادق من الله. السيدة مريم العذراء، هذه الطفلة آواها زوج خالتها نبي الله زكريا، وسيدنا زكريا كان رجل
من أهل العبادة وأهل الطاعة. في ختام حياتي سوف يرزقه الله بابن هو ويحيى عليه السلام، وسوف تعلمه السيدة مريم كيف أنه لا ييأس من رحمة الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لما بلغت من العمر 3 سنوات أصبحت عند زكريا يأخذها إلى المسجد، إلى الهيكل في فلسطين. وهنالك ظلت السيدة مريم في هذا البيت المقدس تعبد رب العالمين. كانت عندها خلوة مع الله، كانت كثيرة الذكر، وهي صغيرة منذ 3 سنوات كانت كثيرة الذكر، كثيرة السجود، كثيرة الركوع، كانت تحيي لياليها بالذكر والعبادة والصلاة والصوم. وكان الناس يتعجبون كيف لهذه الصبية وهي في سنواتها 4، 5، 6 وهي كثيرة العبادة، لأنها كانت منذورة وكانت هي المقيمة في المحراب. مرت السنوات تمضي ومريم الطفلة عابدة قانتة، إذا برحمة الله عز وجل تتجسد فيها. بدأت تجد ريح الملائكة، الملائكة تزورها بين الفينة والأخرى وتبلغها السلام من الله عز وجل. ثم بدأ الله عز وجل يبعث لها الطعام الجيد مع الملائكة، طعام رائع، رزقا واسع. طعام الصيف كان يأتيها في الشتاء، وطعام الشتاء كان يأتيها في الصيف. أول مرة لما دخل زكريا عليها ووجد هذه الكرامة، هذه المعجزة، لم يتعجب، لأن الكرامة قد تقع للمؤمنين الصادقين، ولكن مرة واحدة أو مرتين، لكن لا ينبغي أن تكون كل مرة. السيدة مريم كانت عند هذه الكرامة كل يوم. يقول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه العبارة أيها الأحبة الكرام احفظوها جيدا: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، تتكرر كثيرا في القرآن. من عمر قلبه بها فإن الله سوف يرزقه بما شاء بغير حساب. قصة طويلة وعريضة ذكرها القرآن الكريم بتفصيل. يا ليت المسيحيين اليوم في عالمنا الأوروبي والأمريكي والإفريقي وفي مختلف أنحاء العالم يفتحون القرآن العظيم من سورة سماها القرآن آل عمران، احتفاء بآل بيت النصارى واليهود. قال فيها الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو الاحتفاء بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام، احتفاء قرآني بذكر أسرار هذه القصة. بدأت الملائكة تتردد على مريم العذراء، تزورها في المحراب وهي تتعبد
الله عز وجل وتخبرها بأن الله قد اصطفى مريم وطهرها من الأرجاس والدنس. كانت الملائكة تشجع مريم وترغبها في العبادة والطاعة والخضوع لله. الملائكة تشجع، كانوا يقولون لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تسمع هكذا مريم وهي في المحراب، تسمع أصوات الملائكة حولها تقول لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكانت مريم كثيرة السجود والركوع لله عز وجل، شبت هكذا عامرة القلب بالصلاح والتقوى، ومكثت ببيت العبادة بالمقدس تعبد الله تعالى، إلى أن اشتهر أمرها بين الناس. الناس بدأوا يتحدثون يقولون: هناك فتاة صالحة مصلحة، هناك فتاة مباركة اسمها الطاهرة البتول. وبعد ذلك ربنا عز وجل سوف يبعث لها أمين الملائكة وهو جبريل عليه السلام. بينما كانت مريم معتكفة تعبد الله وتتمسح بالأرض وتطلب منه الرحمة والمغفرة، إذا بجبريل يظهر لها على هيئة بشر غريب، رجل أمامها، وهي تعلم بأن الأبواب مغلقة، من أين دخل هذا الرجل؟ فبشرها بأن الله تعالى سوف يرزقها بولد. هي ابتعدت عن الناس، كانت تغلق الأبواب وتتخذ الحجب حتى لا يراها أحد، فمن أين جاء هذا الرجل؟ يقول القرآن الكريم: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لما رأته مريم عليه السلام فزعت من جبريل وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال لها جبريل: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. السيدة مريم تقول: كيف تهب لي غلام زكي؟ قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. سيدنا جبريل يقرر بأن هذا قرار الله وقضاء الله جل جلاله. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هنالك نفخ جبريل عليه السلام في جب مريم في فتحة صدرها، فبدأ الحمل يظهر. المفسرون يقولون بأن حمل عيسى كان حملا عاديا 9 أشهر، بنفخة من جبريل في صدر مريم، في ما بين تدييها نفخ جبرائيل عليه السلام. ربنا عز وجل لو شاء لوضعته في لحظة واحدة، ولكن الله تعالى جعل الحمل عاديا 9 أشهر حتى يختبر مدى صبرها ومدى تحملها على هذا الابتلاء العظيم الذي لا تستطيع أن تقدر عليه إلا امرأة صالحة كمريم ابنة عمران العذراء البتول. لقد بدأت بوادر الحمل تظهر على الطاهرة المطهرة، وخرجت من محرابها في بيت المقدس مخافة أن الناس يلاحظون بأنها حاملة، يقولون لها، سوف يتهمونها، لأن كان هناك يوسف النجار، قيل بأنه حاولوا أن يخطبوها له، وهذا كما جاء في إنجيل متى، ولكنها لم تكن مخطوبة ليوسف النجار. القرآن الكريم يقول: مريم كانت طاهرة مطهرة. والمسيحيون خصوصا في إنجيل ماتيوس إنجيل متى يقولون بأنها كانت مخطوبة ليوسف النجار. القرآن الكريم يقول: لا، صادقة طاهرة مطهرة بتول. لما رأت الناس ينظرون إلى بطنها ينتفخ، بدأت تشعر بالخوف والحياء والوجل، فبدأت تختفي عن الناس. قال القرآن الكريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. لما حملت به ذهبت به إلى مكان بعيد عن الأنظار، وهنالك في إحدى الإسطبلات، إسطبل فيه البهائم،
وفيه التبن هنالك جاءها المخاض. جاءها المخاض إلى جذع النخلة وهي وحيدة، ليس معها أم ولا أب ولا أخت ولا حبيبة ولا جارة، بمفردها وهي صبية عمرها أنذاك حوالي 18 سنة. فبدأ المخاض يتلجلج في بطنها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هنا اجتمعت الهموم والمصاعب على السيدة مريم، وهنا بدأت تقول: يا ليتني كنت ميتة على أن أقف هذا الموقف، ماذا سيقول أهلي وقومي؟ يقولون مريم التي كانت تتظاهر بالإيمان والطاعة والركوع والسجود إنما هي بغي، إنما حبلت بغير زواج. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنا السيدة مريم بدأت تبكي وبدأت تشعر بالحزن، فأراد الله عز وجل أن يظهر معجزاته. الله تعالى جعل الوليد في بطنها يتكلم، عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهو جنين في بطن أمه بدأ يتكلم وسمعت صوته يقول لها: يا أمه. ناداها من تحتها، من تحت فرجها: ألا تحزني، إياك أن تخافي يا أمه، أنت مع الله والله معك. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فاطمأنت السيدة مريم وشعرت بالجوع وبالعطش، وتذكرت بأن الملائكة كانت تأتيها بالموائد من الطعام والشراب، فإذا بالمسيح وهو في بطنها يقول: يا أمة هذه النخلة، هزيها قليلا سوف يتساقط عليك البلح والتمر. قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وفعلا بدأت الكرامات تتساقط على السيدة مريم، فلما وضعته خشيت عليه وعلى نفسها من كلام الناس وأذى الناس. أول ما فكرت السيدة مريم أنها تهرب به، كانت في فلسطين فهاجرت به إلى مصر، ذهبت بعيدا إلى مصر، وهنالك لكي يتربى عيسى بن مريم عليه السلام، لأنها تعلم بأن بني إسرائيل كانوا كلما بعث فيهم نبي إلا ويمتحنونه، وإذا لم يأتي بما يودون وتهوى أنفسهم كانوا يقتلونه. قال القرآن العظيم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهنالك القصة طويلة جدا لعيسى ابن مريم، سوف نتحدث عنها في وقتها المعتاد، ونكتفي هنا بذكر قول الله عز وجل حينما قال: واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. في أيام معدودات فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا ثريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك باغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لقد جاءت المعجزة حينما تكلم عيسى بن مريم في المهد وهو صبي، تكلم ونطق بكلام العلماء بل بكلام الأنبياء والمرسلين. هنالك سوف تخاف عليه السيدة مريم وتهاجر به بل تهرب به من فلسطين إلى مصر. هنالك سوف يتربى السيد المسيح عليه السلام مع أمه، عاشوا في إحدى الجبل، في جبل عظيم هناك، يعبدون الله عز وجل. ظلت السيدة مريم وابنها الصغير عيسى يقومان الليل ويصومان النهار ويأكلان من ورق الأشجار ونبات الأرض ويشربان من ماء الأمطار. هكذا بقيت مريم عليها السلام العذراء التي خلد القرآن ذكرها في كتاب العزيز. ظلت مع ابنها في فقر مدقع يعبدون الله، السجود والركوع والذكر والابتهال والدموع. كان عيسى وأمه مريم يقومان الليل، كان يصومان النهار، كان يأكلان من ورق الأشجار ومن نبات الأرض ويشربان من ماء الأمطار. استمر على هكذا. مرة دخل عليها عيسى بن مريم وقال: السلام عليك يا أماه، أنت صائمة أو قائمة؟ فكانت دائما في هذه الحالة، إما صائمة وإما قائمة. لكن في يوم من الأيام بقيت مع ابنها عليها السلام حتى جاءها ملك الموت. نهاية قصة مريم طويلة جدا، لا نريد أن نقف على المحطات التي ربت ابنها وكيف كان يتعلم، ولكن دعونا نقفز على كل ذلك ونصل إلى وفاة السيدة مريم العذراء. ذكرنا ولادتها، نختم بموتها. جاءها ملك الموت وكانت اعتدت على رؤية الملائكة، كان كل مرة يأتيها ملك وكان يأتيها جبرائيل عليه السلام، لكن هذه المرة رأت ملكا مخيفا. لما رأته خرت مغشيا عليها من شدة الهول، ثم فاقت من غشوتها وقالت: من أنت أيها الغريب؟ من أنت يرحمك الله؟ فاقشعر جسمها وارتعدت فرائصها وذهب عقلها وقالت: من أنت؟ فقال لها: أنا ملك الموت، أنا الذي لا أرحم الصغير لصغره ولا الكبير لكبره ولا الشاب لشبابه، أنا ملك الموت، أنا هادم اللذات، أنا مفرق الجماعات، أنا منغص الشهوات، أنا قاطع الأمنيات، أنا مرسول لقبض الأرواح، أنا مخرب القصور، أنا عامر القبور، أنا الذي لا أستأذن على أحد بدخول عليه من الملوك والجبابرة، أنا ملك الموت. السيدة مريم بدأ يقشعر جسمها وترتعد فرائصها ويتلجلج لسانها، فقالت له: يا ملك الموت، هل جئت زائرا أم جئت قابضا؟ فقال لها: بل قابضا يا مريم، استعدي. فقالت: يا ملك الموت، لا تعجل علي حتى يجيء قرة عيني وثمرة فؤادي وريحانة قلبي وفلدة كبدي عيسى، اتركني قليلا حتى يأتي ولدي أعنقه وأوصيه. فقال لها ملك الموت: ما أمرني الله تعالى بذلك، وأنا عبد مأمور من الله الحي الذي لا يموت، وقد أمرني ألا أرفع قدما حتى أقبض روحك في موضعك هذا. فقالت:
يا ملك الموت، سلمت أمري لله تعالى ورضيت بقضائه. فدنا ملك الموت عليها السلام، دنا منها وقبض روحها الطاهرة إلى رحمة الله. ومن تلك الليلة أمسى عيسى بن مريم، أمسى يتيما، لم يصعد إلى ذلك الجبل الذي كان يتعبد فيه الله تعالى حتى دنا وقت العشاء. فلما صعد الجبل نظر إلى أمه مريم فإذا هي ممددة، ظن أولا أنها نائمة وقد أدت الفريضة لربها ونامت لتستريح، ولم يعلم عيسى بما نزل عليها من الله. فوضع ما كان عنده من حشيش الأرض وينتظر لما تستيقظ أمه يأكل معها الطعام. وبقي عيسى ابن مريم يصلي حتى مضى من الليل ثلثه، فلما وقف عند رأسها وقال يا أمه استيقظي، هذا الثلث الأخير من الليل، هيا نقوم للصلاة. قال السلام عليك يا أمه، لقد انتصف الليل وأفطر الصائمون وقام العابدون إلى عبادة الجبار. فلم تكلمه أمه، فقال في نفسه لكل نومة لذة، وهي الآن في لذة نومها، فما أنا بالذي منغص عليها لذتها. فلما عاد عيسى بن مريم في آخر النهار وقف عند رأسها وعلم أنها قد ماتت وبكى وبدأ يقول لقد نامت لتستريح موتتها الأخيرة، وظل يقول وقد وضع فمه على فمها وخده على خدها يقول يا أمه، حملتيني في بطنك وأرضعتيني من تذيك وسهرت علي ليلك وتعبت علي نهارك، يا أمه مضى الليل وجاء النهار وقد جاءت فريضة رب العالمين التي لا بد منها. ظل يبكي عيسى بن مريم، فبكت عند ذلك ملائكة السماوات والأرض رحمة لهما. وأوحى الله عز وجل إلى الملائكة، يا ملائكتي ما يبكيكم؟ لما أنتم تبكون؟ فقالت الملائكة إلهنا وسيدنا، نبكي رحمة على عيسى وأمه عبديك وكلمتك وروحك. فإذا منادي ينادي في السماء يقول يا عيسى ارفع فمك وخدك عن أمك الصائمة القائمة، فإنها قد عرج بروحها إلى ربها. فلما سمع عيسى بن مريم ذلك خر مغشيا، فلما أفاق من غشوته نادى بأعلى صوته وحسرته وانقطاع ظهره وغربته ووحشته، يا أمه من يؤنسني في وحشتي ومن يعينني على عبادة ربي؟ فأوحى الله تعالى إلى الجبل أن يكلم عيسى، فكلمه وقال يا روح الله، ما هذا الجزع؟ أتريد أحسن مني مؤنسا؟ فقال أعوذ بعزة ربي ورأفته. ربنا عز وجل أراد أن يقطع على عيسى بن مريم أمه وأباه وكل المقربين لكي يبقى مع الله. هذا حال رب العالمين، حال الله عز وجل مع أوليائه وأنبيائه، أنه يصطفيهم، أنه يقطع لهم الأصول والفروع ليبقوا لا يجد مؤنسا أفضل من الله. وعزتي وجلالي إني لكم خير مؤنس. وتوفيت السيدة مريم وكان عمرها حوالي 53 سنة، ويقال بأن قبرها لا يزال في دمشق بسوريا. السيدة مريم العذراء، هذا الكلام ذكرناه جاء مبتوتا في السنة النبوية الشريفة، وهي الوحيدة التي عظمها الله عز وجل من سائر النساء العالمين حينما ذكر اسمها في القرآن بالوضوح، سماها مريم، وهي الوحيدة التي سمى الله تعالى صورة بكاملها، سماها صورة مريم. السيدة مريم العذراء، قال ابن عباس خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 أخطط، ثم قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 4 النساء ربنا عز وجل جعلهن أفضل
نساء الجنة. خديجة بنت خويلد زوجة النبي الكريم، وفاطمة بنت محمد ابنته صلى الله عليه وسلم، ثم مريم ابنة عمران أم عيسى بن مريم، وآسية هي زوجة فرعون. هذه المرأة الصادقة الذي قال فيها الله عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قصة غريبة وجميلة ورائعة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. لو أن النصارى باختلاف طرقهم من البروتستانت والكاثوليك وغيرهم من الفرق سمعوا قصة مريم العذراء الطاهرة في القرآن الكريم، حق لهم أن يقبلوا هذا الكتاب وأن يدينوا بدين الإسلام، لأنه ليس هناك كتاب فوق الأرض لا عند اليهود ولا عند النصارى أنصف مريم وفضلها وكرمها سوى القرآن الكريم. فرحمة الله تعالى وسلامه على أمنا مريم الطاهرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك. أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع كالعادة: 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. يبدو أن اللائحة طويلة من المكالمات، نبدأها من عين لوح مع أخينا سي حسن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا القريبة. أهلا سيدي. الله يخليك، دعي معايا. شكرا مريض. الله يشافي وعافي يا رب. لا إله إلا الله. سيدي حسن أخويا، أبقى معنا في ختام الحلقة إن شاء الله، ندير واحد دعوة ديال الخير تكون جماعية ويكون لك فيها أوفر نصيب. لا إله إلا الله. سيدي حسن، إلا كتشعر بالمرض، واحد الدواء بسيط جدا، قبل أن تنام يا أخي الفاضل غنتوضأ وغنصلي واحد الركعتين خاشعتين، أطيل فيهما السجود، وملي غنسلم غناخد واحد الإناء ديال الماء كويس ولا قرعة ديال الماء، وغنقرأ فيها بصوتي، غنقرأ فيها ما تيسر من كلام الله، خصوصا سورة الفاتحة. إلا قدرت نقرأ غير الفاتحة 7 مرات في ذاك الإناء ديال الماء، وأنوي به الاستشفاء، نحضر النية ونشرب ذاك الماء وغادي يمشي في الجسم ديالي إن شاء الله. العلماء لقوا بأن واحد الإعجاز رباني، ذاك الماء يتعقب المرض. إلا عندك المرض في المعدة، إلا عندك في المفاصل، إلا عندك في الدم، إلا عندك في الأعصاب، إلا عندك في التابعة، في مكان روحي أو بدني أو نفسي، ذلك الماء بأمر الله جل جلاله يتعقب أصل الداء فيغسله، ثم يخرج مع التبول. وكرر المسألة كل ليلة قبل ما تنعس، لما إناء ديال الماء نقرأ فيه ما تيسر من كلام الله، خصوصا الفاتحة 7 مرات، وإن زدت عليها كان أفضل. الله يشفيك ويعافيك. واذكر الدعاء النبوي في الشفاء اللي قالوا سيدنا جبرائيل عليه السلام للنبي الكريم، قال له: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. أسأل الله الكريم أخي حسن، الله يشفيك بشفائه ويدويك بدوائه ويطبك بطبه، الله يعالجك بعلاجه. اللهم اجعل الليلة هي آخر الأحزان، وبعدها إن شاء الله صحة وعافية وأفراح ومسرات. اللهم آمين يا ربي يا كريم. نتحول من عين لوح إلى استات مع أخينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا سيدي محمد. كيف عامل الحرش؟ الحمد لله أخويا. بس الله يبارك فيك. أخويا أنا مقبلة سيدي على شي زواج، دابا على شي زوجة صالحة. تبارك الله، الله يكمل الرجاء. ولقيت سي محمد ولا مازال؟ أه؟ لقيت الزوجة ولا مازال؟ مازال سيدي. والله يسخر لك أخويا، الله يسخر لك. فين كتقلب عليها، غير في سطات ولا كتشوف بجميع المدن المغربية الحبيبة؟ كنتصنت لك أنا ديما، لا كنشوف الناس ولا شي. أيا أخويا سي محمد، كي بغيتيها تكون ان شاء الله؟ شحال السن ديالها؟ كي بغيتيها تكون المواصفات ديالها؟
26 27 ولا اييه ربت بيت ولا خدامه ولا 20 26 فهمت ان شاء الله سي محمد. كانت في صعيبه لكم مع السيده من وزان. اييه سي محمد اش كدير في الحياه اخويا؟ انا فلاح. تبارك الله الله يبارك الله يبارك اخويا فلاح سي محمد فلاح اياه ان شاء الله. على قد الحال فهمت وكلنا على قد الحال ربي هو الغني. وي بغيت شي دريوش انا تعاون معايا ان شاء الله سي محمد. انا ناخذ الرقم التليفون ديالك وان شاء الله راه عندي واحد الاخوات فاضله تا هما باغيين كيقلبوا على ولد الناس وغنشوف ان شاء الله تعالى كيف غيتم اللقاء. غنذكر من الاخوان الله يجزيه بخير ناخذ الرقم ديالو. اخونا سي في الـ في الـ هو هو الرقم. نعم نعم اونجيستري. انا سجلت الرقم ديالك سيدي محمد وان شاء الله الله يكمل لك الرجاء اخويا محمد. الله يكمل لك الرجاء الله يكمل لك الرجاء. وسي محمد طريقه سهله بسيطه باش تقلب على الزوجه باذن الله تعالى. يا اخي الفاضل غدير قيام الليل قيام الليل وتوضا وتصلي واحد الركعتين وغتقول يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبته لا ولا ولد ارزقني صاحب ولا وولد. هالدعاء باذن الله نقوله في جوف الليل. غناجي الله رب العالمين بعدما اتوضا واصلي ركعتين خاشعتين واطيل السجود واكثر من الثناء على الله ونرفع يدي للسماء ونقول يا احد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد اللهم ارزقني صاحبة وولد. وان شاء الله كررها 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 ربي سبحانه وتعالى غادي يختارها لك مباركة مسعودة فيما كانت. النصيب ديالك غادي يجي عندك وغادي يجي معزز مكرم. قد تكون فقيرة فيغنيها الله. راه المرأة كتكون جاية بالبركة ديالها غير كتلقى مع الرجل هي فقير هي فقيرة هو فقير لكن غير كيتلاقوا بعضياتهم ربنا عز وجل يفتح أبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب العطاء. شرط تكون نية صادقة ويكون القلب مسلم ويكون الخاطر مصفية وربي سبحانه وتعالى كينزل البركة. خويا محمد الله يكمل لك رجاء. أنا خذيت الرقم تاعك وإن شاء الله تعالى نتواصلوا فيما بعد. الله يكمل لك الرجاء ويسعد أيامك. اللهم أمين يا ربي يا كريم. ونتحول من إقليم سطات إلى إقليم أجرة مع لالة نادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا لالة نادية. لاباس عليك عمي؟ الحمد لله بنتي الله يبارك فيك. ومني تنسمع صوتكم نهضر معاك وشحال هادي وأنا كنصوني أول مرة كيشدي وأنا فرحانة بزاف. مرحبا مرحبا بنتي نادية. لاباس الحمد لله. بغيتك عمي تدعي معايا أنا مريضة. الله يشافيك ويعافيك يا ربي آمين. وراسي تضرني بغيتك تدعي مع الوالدة ديالي وأي حاجة كنديرها ما كتصدقش. ما عنديش الزهر كيف ما كيقول ما عنديش الزهر. لا إله إلا الله. أي حاجة كنديرها أي ولد الناس كيتقدم لي وتيمشي ما تيكملش عليها الله. لا إله إلا الله. المهم أي حاجة ما عرفتش علاش كنصلي وكندعي الله ما عرفتش يمكن كنقول الله وعلم الله سبحانه وتعالى ما كيسمعنيش. أستغفر الله. لا ربي سميع مجيب ولكن له حكمة في ذلك بنتي. لا إله إلا الله. ما عندي الزهر يعني ما انقطع الخط مع لالة نادية. لا إله إلا الله. بنتي نادية من زاكورة أنا حس بك حس بك بأن أي فتاة اللي هي يا شابة في مقتبل العمر وكتلقى واحد الضائقة في الحياة الأم مريضة الحال فقيرة وهي محاصرة في منطقة زاكورة وكتطلب رب العالمين وبقي الزوج ما جاش اش نسميو هذا بنتي؟ نسميو هذا ربي عز وجل يقسم الأرزاق بين العباد. ربي كيقول لك فأما الإنسان إذا ما أكرمه ربه ونعمه فيقول ربي أكرمن وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا أبدا. ماشي كل واحد ربي عز وجل أعطاه المال وأعطاه الثروة والسلطة والجاه ربي كرمه أبدا. وماشي أي واحد الله عز وجل أعطاه الفقر وأعطاه المرض وأعطاه المصائب ربي أهانه. كلا هكذا يقول رب العزة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا أبدا. الله سبحانه وتعالى له عجائب الأمور وله أسرار خفية بين عباده، وإنما يختبرنا. لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. شوف يا بنتي نادية القصة ديال السيدة مريم العذراء، حياتها دازت كلها ابتلاءات ودازت كل شدائد، وظلت دائمة الذكر. كتجي عند الملائكة كتقول لها يا مريم اقنطي لربك واركعي واسجدي، ديما اكثري من الركوع والسجود رغم الظروف الصعبة ورغم الاتهامات الباطلة. وحتى واحد الوقت ضاقت بها الايام وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حالة نفسية ضعيفة يقدر يصليها اي انسان، واحد اللحظة كيضعف، لكن يستغفر ربه وينيب، وان شاء الله ربي عز وجل سوف يعطينا وزيادة. الله سبحانه وتعالى يقول لك العطاء من الله عطاء والمنع من الله عطائين. اذا اعطاك العاطي معنى انه اكرمك وانه جاد عليك، العطاء من الله عطاء، ولكن المنع من الله عطائين. ربي غيضاعف لك الجزاء مرتين، ولكن بشرط ان تصبر وتحتسب. مرة بنتي نادية غيجيك ابليس وغادي يقول لك وفينا وهاد الاله اللي كدعيه بالليل وبالنهار، اش عطاك؟ وفينا وهاد الاله؟ قولي الله موجود في كل مكان، أعطانا الشمس والقمر والنجوم والكواكب، أعطانا الوالدين والعائلة والأهل والأحباب، أعطانا من كل ما سألناه، ولكن معك انتظر غير القليل سوف يؤتينا وزيادة. الله يفرج عليك بنتي نادية، الله يشافيك ويعافيك ويحفظ الوالدة ويبارك فيها، ويعطيك الله الزهر الحظ السعيد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. باش يجيك الزهر ماشي غير الزهر، الزهر العظيم الحظ العظيم باش كيجي بالصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الزهر كيجيك لما كتصبر وكتحتسب وكتبقى دائما ما يديك الخير، دائما عندك روح المبادرة، والو ما غنتنازلش، أنا غدا في الصباح عاوتاني غنلبس مزيان وغنهود الخدمة وغنقلب على خدمة وغنتلاقى مع الناس وغنبقى مبتسم، وما غاديش نخلي ابليس يبت فيا الياس، غنبقى ديما عندي الامل وعندي البشاره. والو ما نتعاطقش مع ابليس، هو غادي يقول لك انت راه ما كاين والو، راه تبقى تدور بلاصتك راه ما كاين حتى حاجه، ما نسمعش ليه والو. المؤمن كيبقى دائما فيه قوه اليقين وقوه الامل وقوه الحركه، وعنده البشاره بان غدا او بعد غد او في القريب العاجل سوف يفتح له الله تعالى ابواب الاجابه. فاذا اعطاك ادهشك، إذا أعطاك أدهشك. الله يفرج عليك بنتي نادية، الله يسهل لك الأمور، اللهم أمين يا ربي يا كريم. نتحول من زقورة إلى إقليم دمنات مع لالة خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خديجة من دمنات. ألو ألو لالة خديجة، ربما انقطع الخط عن أختنا خديجة، معذرة. غنتحولوا الى تطوان مع السي الحسين. السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاباس كلشي مزيان؟ الحمد لله خويا. صحه مزيانه. الله يبارك فيك. الحمد لله استاذ اخي بارك الله فيك. انا دي واحد السيمانه ولا جوج سيمانات باش قلت لك الدعم ندير مع الاولاد وداكشي. اي خويا يا مرحبا. واش غادي نقول لك، انت عندي واحد الولد غادي يحماقني وصافي. يلاه. لا اله الا الله. نورتني عاجيت من الشغل دابا وكاع ما لقيتو في الدار. فين مشى خويا حسين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يفرج عليك أخويا، الله يفرج عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأولاد واحد المسؤولية كبيرة، واحد الاهتمام اللي خصو يكون مضاعف بهم، داكشي تسخير من الله. قضية الأولاد سيدي الحسين تسخير من الله تعالى. ربي قال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هما زينة، ولكن بعض المرات قد يكون بلاء. إن من أولاد أزواجكم وأبنائكم عدو لكم فاحذروهم. قد يتحول الأولاد والأبناء والأزواج إلى أعداء والعياذ بالله. كي غنديروا في هذه الحالة سيدي حسين؟ التربية ديال الأولاد أسباب وأشكال، هناك مجموعة ربما تبدأ العملية كيقول لك من اللي كيكون الدري صغير
في بطن أمه. بل قالوا العلماء التربية ديال الولد كتكون متى ملي كنختاروا الأم ديالو، الاختيار ديال الأم ديالو. لما قال النبي الكريم اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، هنا كتبدا التربية ديال الأولاد. كتختار واحد الأم والوساط العائلي وما يكونش، لأن الولد كيخرج لخالو. خولوا أبناءكم، كيكون شي عرق شي جهة شوية لك الولد عاصي ملي كيتحمل به المرأة، والحمل ديال المرأة كذلك خاص يكون حمل هادئ. المرأة اللي تعصبت في الحمل ديالها ولقات الشدة في الحمل ديالها، راه داك الابن كيعود معصب ولا زال جنين في بطن أمه. شحال ديال الأولاد والبنات كنقلبوا على مفتاح الشخصية ديالهم، كنلقاو كنسولوا أمه علاش كانت كتوحم النهار الأول، غيقول لك كتتوحم على شي فاكهة طيبة كيكون لين. إلا كانت كتوحم على شي حاجة شديدة كتكون داك الابن كيكون شديد. ثم بعد ذلك كيبدا يتطور كل مرحلة من مراحل العمر إلا وفيها مؤثرات. ملي كيوصل سن المراهقة كتكون اجتمعت كل المؤثرات، وداك الشيء سخرة الله. إلا ربي عز وجل أراد أن يكون هذا الولد مهدي ومرضي راه كيكون مهدي ومرضي، وإلا قدر الله عز وجل غير ذلك راه كيكون عنيد وكيعذب الوالدين عذاب شديد. ربنا عز وجل حكى لنا في كتابه العزيز عن أنبياء وعندهم صراع مع أولادهم. سيدنا نوح عليه السلام نبي الله وعنده ولد ديالو وخرج ليه عنيد. يا ليت أن ابن سيدنا نوح كان عنيد، غير ربما كيكمي السجائر أو أنه كيسهر بالليل أو أنه عنده واحد الإيديولوجيا ديال الحرية وحقوق الإنسان. يا ريت كان هذا شيء أمر بسيط، لكن سيدنا نوح ولده كان مضاد للعقيدة، كان يحاربه حتى في دينه. ومن اللي بغى يغرق قال يا بني، قال لي اركب معنا، قال لي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. سيدنا نوح بكى، شاف ولده ضاع ليه. يا ريت لو أن الضياع كان أكسيدون غدا غيتبعت مع الشهداء، يا ريت كو كان الضياع سقط في شي امتحان أو بقى غير موظف ما لقاش خدمة بقى العطالة أو وقع في السجن، كل ذلك يهون. لكن المصيبة العظمى لسيدنا نوح عليه السلام كانت كبيرة وكبيرة بزاف، أنه مات على غير العقيدة. سي الحسين الأولاد نعمة وقد يتحول إلى نقمة. الطريقة اللي غنتعاملوا بها مع الأولاد طرق كثيرة وعلى سخرة الله، لكن أعظم طريقة باش الأولاد يكونوا عندنا في ظرفية مزيانة نكثر لهم من دعاء. يقول لك العلماء نوكل لهم الحلال، احضر انك تجيب شي طعام لولدك حرام احضر، لان غير كتوكلوا الطعام الحرام وداك الولد كيسوء في الحاله ديالو. وكذلك ندعو لهم بالهدايه، ندعو لهم في كل وقت وحين. وحنا جميعا ايها الاحباب الكرام، اخونا الحسين مادام انه اتصل بالاذاعه الا وربي اللي عالم الظروف ديالو، لعل كل واحد منكم عنده وليدات، كاين اللي مرضيين ومهديين الله يزيدهم هدايه ونور، وكاين اللي حتى هو مبتلى حتى هو عنده وليدات ولا بنيات، كاين اللي عندكم اللي في ظرفيه كثار من سي الحسين، اجي نجمعوا كاملين وندير واحد الدعوه ديال الخير، لعل الله عز وجل يهدي ابناءنا وابناءكم وبناتنا وبناتكم. اللهم يا رب يا رحمن يا رحيم يا ودود، رزقتنا بالاولاد ووهبتنا نعمه عظيمه، اللهم تولهم بالعناية والرعاية، اللهم اهدهم إلى الصراط المستقيم، اللهم اجعلهم هينين، اجعلهم لينين، اللهم اجعلهم من أصحاب الأخلاق الحميدة، اللهم اجعلهم من أصحاب السلوك السوي، اللهم اصرف عنهم أهل السوء، واصرف عنهم أصدقاء السوء، واصرف عنهم سلوك السوء، اللهم تولهم بعنايتك ورعايتك، وأنبتهم نباتا حسنا. اللهم أخي الحسين فرج عنه وفرج عن ابنه ورده إليك ردا جميلا، واجعله من المرضيين من المهديين من المستقيمين برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. ونتحول
من تطوان الى تازة مع لالا راضية. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راضية لاباس بنتي، الله يبارك فيك. انا كنت بغيت ندوي مع داك الولد اللي قال ما كيشوفش، ما عرفتش الى مدينه، ما عقلتش. المهم اييه قال لك بغى يتزوج، ما عندوش يد اليمنيه وما كيشوفش. اييه لا راضية بغيت، المهم اللي كان مازال ما تعرفش المهم على شي بنت، بغيت مازال هو دابا ميسور الحال، وكان مسكين فقد البصر ديالو وفقد اليد اليمنى. ما عقلتش على المدينه مزيان. اذكر الا كان في الاستماع معنا لالا نادية راضية، التليفون ديالك ناخذو ان شاء الله. واه راه طلعت ديك النمره عندك، حطيت انا النمره. نعم خويا في سي عبد العزيز، ناخذو النمره باذن الله، الرقم ديال لالا راضية نحتفظوا به. بغيت شي دعوه للوالده وليا. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم لالا راضية، الله يكمل لك الرجاء. انت سميتك راضية، ولكل له من اسمه نصيب. الله يجعلك راضية مرضية، ويجعلك ان شاء الله تعالى بحال الشجرة العامرة بالخيرات والبركات فيما مشيتي، تكون فيك فيك فيك, 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 فيك البركة والتيسير. الله يحفظ لك الوالدة والعائلة والأحباب. أنا أختي راضية، أنا خديت الرقم ديالك، كنتمنى الأخ إذا كان معنا في الاستماع أنه يعاود يتصل بنا. ها الرقم ديال لالا راضية بين يدينا، والرقم ديال السي محمد كذلك مسطاط اللي هو فلاح بين يدينا. ولو ان البرنامج هو ماشي علاقة زواج، برنامج كيسموه كلام طيب، في فضفضة، في حوار، في نقاش، ولكن لا بأس بين الفينة والأخرى كتجينا بعض المكالمات اللي فيها خدمة اجتماعية حبذا، لو أن الله عز وجل يسر ذلك الأمر. لالا راضية غنقول اتصال بنتي، وإن شاء الله في القريب العاجل غنتصل بك وربط الاتصال مع الأخ، ويكون إن شاء الله خير عظيم في القريب العاجل. شكرا لك لالا راضية، حافظك الله ورعاك. وغنتحولوا الى اقليم اخر، غنتحولوا الى طنجة مع لالا كوثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوا السلام عليكم، عندك ريبان. مرحبا لالا كوثر. كيف الحال معك ريبان؟ شكرا بزاف على هذا البرنامج، كنشكرك بزاف وكنستافدوا منك بزاف. العفو بنتي. بارك الله فيك. انا بغيت نسولك، عندي واحد اخت الزوج ديالي. اييه. هي كانوا كيجيبوا بيز الخطاب، واللي كيجي يهضر فيها ما كيرجعش، يعني كيهضروا بالله ما كيجيوش، الا جاو دقوا ما كيعاودوش يرجعوا. الاخت الزوج ديالي بحال كبرت شويه في السن، صافي يطلع عليها داكشي، يعني هي مصدينه بزاف، كتصلي كتصوم، يعني بحال قلتي ملات مسكينه، ملات من هذا سميتو، ما بقاش دابا كتفكر كاع في الزواج، ولات قالت لك بغات تعمل عمره. ايه وكتسول يعني واش يمكن لها تمشي دابا العمره، ومازال باها وماها في الحياه. نعم. ويعني هي قالت لك غتجمع عندها خوتها، هكا راجلي وهذا كاين خوت يعني خدامين، قالت لك هما اللي يديو والديا العمره، وانا بغيت نمشي للعمره، واش جائزه لها تدوز لها العمره ولا لا؟ اييه بنتي نعم، الا كانت هي خصها المحرم، الا كانت باقا صغيره. دابا العمره هي واحد العباده مباركه، الانسان ملي كيمشي ليها ربي سبحانه وتعالى كيسخر ليه الامور، لان الانسان الا تسدت عليه الابواب كيقصد الصلاه ولا كيقصد الصيام ولا كيقصد الصدقه ولا الزكاه ولا كيقصد الحج والعمره. دابا هذيك مقامات تاع التعبد، ملي كنلقى بان الابواب مغلقه كندق باب الله، كنبدا بالصلاه اللي هي يوميا، الا تعذر عليا كنزيد فوق الصلاه، كنصلي وكنصوم الاثنين والخميس، كنصوم الايام البيض لعل وعسى ربي يفرج عليا. ما جابش الله كنعدي للصدقه، كنتصدق على قدر ما استطيع وندير الزكوات. الا شفت الابواب باقا مغلقه كنقصد الحج والعمره، فيها ابواب السماء تفتح باذن الله تعالى، وكيكون الراحل اليها ضيف من ضيوف الرحمن. العمره لابد خاص اللي غادي يمشي ليها الرجل يمشي لها الوقت اللي بغى، لكن المراه خاصها المحرم. القانون هو 45 سنة. إلا كانت هاد الأخت هادي عندها أكثر من 45 سنة، راه ممكن تمشي مع أي وكالة أصفار. وكالة الأصفار كيكون عند كيخصها غير رفيق أمين. كيكون المسؤول على الوكالة ديال الأصفار والناس المرافقين معها، هذوك هما الرفقاء. ما تحتاج غير واحد رفيق أمين كيكون حاط عيني بأنها لا توضر أو قال شيء مكروه لا قدر الله. لكن إذا عندها أقل من 45 سنة خاصة لابد من محرم شرعي، والمحرم الشرعي
قد يكون زوجها أو والدها أو أخوها. خاص لابد السمية الكنية تكون بحال بحال، لابد في الإجراءات الإدارية. وشحال من الواحد كيمشي للعمرة وفعلا ربي عز وجل كيفرج عليه. كنذكر واحد السيدة مسكينة وقعنا بحال هاد السيدة هذه، الأبواب تغلقات وبغات تمشي للحج، ومن اللي مشات للعمرة كانت كتذكر الله تعالى وكتقوم الليل وكتطوف حول الكعبة المشرفة، ويطلق مع واحد السيدة أخرى حتى هي جاي يطلب لخوها. هو مسكين توا عنده شي عكوسات وعنده شي موانع، كان مزوج ومات ليه المرأة وخلت ليه واحد الوليد، وبقى بغى يجيب خدامة، الخدامة ما نفعت، بغى يقابل ولادو هو ما مساليش، خدمته شاقة، كيقلب على شي امرأة ما لقاش بنت الناس اللي تقبل ليه، تقبل ليه ولده. وبقى يطلب الله ربي يسخر ليه. جات اختو سيف تختو، قال لها سيري ادعي لي الله تعالى في العمرة. وما يتصاحبوا بجوجهم، القدر الإلهي لاقاهم بعضياتهم تصاحبوا ولو صديقتين. من بعد تقول لي السبب ديال العمرة لا جايين، هذه قالت لي هذا اختراني الزواج ما عندي زهر في الزواج وجيت نطلب الله تعالى. الأخرى قالت لي هذا خويا ما عنده زهر جيت نقلب على شي مثل الناس. وكانت فرصة طيبة وقاد الله أمرا كان مفعولا، وما رجعت من العمرة إلا وهي مخطوبة، وأقيم العرس والحمد لله تزوجت مع السيد، وخات ليه وليد وربت عليه الكبدة. كانت خايفة أنها ما غتولدش لأن فات عليها السن، لكن بعد واحد المدة ولدت، وحياة طيبة مباركة. ربي عز وجل إن شاء في لحظة من اللحظات ممكن يجمع الشمل ويقضي الغرائب والعجائب، غير تكون النية ويكون الخاطر واسع. ولا نتعجل أمر الله، لأن ربي عز وجل يتنزه في ملكه. من اللي كيمنع العبد من العباد يقول يا جبريل ماذا قال عبدي ماذا قالت أمتي، يقول يا ربي حمدوك وشكروك، يقول يا جبريل ضاعف لهم الأجر والتواب وضاعف لهم الجزاء. ويلك الإنسان دغيا كيتقلق كيقول أنا دعيت ربي ما عطاني والو. هذا سمى الله تعالى سماك الذي يعبد الله على حرف، على نقشة، كيلك يعبد الله على نقشة على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته صاب الله شي خير كيفرح، وإذا صابته مصيبة دغيا كينقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. اطلبوا الله تعالى لالا كوثر، الله يكمل هاد الأخت الزوج ديالك، يكمل لها الرجاء ويرزقها الزوج الصالح والذرية الطيبة ويرفع عنها المانع. راه عندها غير مانع، هذاك المانع راه تقدر غير تسافر وتقطع البحر يحيد، حتى المانع كاين أشكال وألوان. من بين الموانع يزول بأن الإنسان كيسافر سفر بعيد، يتحول من محل إقامته إلى سفر بعيد، خصوصا كيقطع البحر، الملوحة ديال البحر والأمواج ديال البحر كتمنع المانع أنه يلازمك ويسافر معك، فكيوقع الشفاء وكيوقع العلاج وكتوقع البركة. الله يكمل لها الرجاء، اللهم أمين يا ربي يا كريم. وغنتحولوا من طنجة إلى أكادير مع لالا عيشة. عيشة من أكادير. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. مرحبا لالا. كي داير سيدي بخير؟ حياك الله، الله يبارك فيكم. طيب من نهار بدات برنامج وانا كنصاطو ما عمر تحت لي الفرصه سيد قريبان. مرحبا لالا. الله يبارك الله فيك، بارك الله فيك. الدكتور قريبان بغيت نهضر معاك في البورتابل. واخا. يالله يرحمه يجيك. إلا جاك على الخاطر. مرحبا لالا، ألف مرحبا. واش ما بغيتيش تكلمي في الهواء مباشرة؟ لا لا، بغيت نهضر معاك عفاه الدكتور قريبان. واخا الله يرحمه. واخا شريف، أنا نرجعك ستوندر، نرجعك ستوندر ونعطيك الرقم إن شاء الله ونتواصلوا خارج البرنامج بإذن الله. الله يحفظك يا ألف مرحبا لالا عيشة. الله يعلي مقامك. يا ألف مرحبا لالا، الله يفرج عليك. وينور لك أيامك. اللهم آمين، شكرا. شكرا لالا، حياك الله لالا. وغنتحولوا الى اقليم تازة مع لالا نصيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيرة من اقليم تازة. الو الو، السلام عليكم. اهلا الحاج، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لالا. كل شي بخير الحمد لله، الشكر لله. انا نصيرة اللي درت معك ذاك المرة على الوليد، قلت لك ما عنديش. الله 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 الله، كل شي مزيان الحمد لله لالا. نصيرة نصيرة، الو، انقطع الخط مع اختي نصيرة للاسف الشديد.
لصيرة لعلك استمعت إلى قصة اليوم ديال السيدة مريم العذراء بغير زوج. ربنا عز وجل وهبها مولود، في ذلك عبرة عظيمة. مثلا لنصيرة امرأة أنت وعندك ذكر وجميع الأسباب والمسببات مجتمعة، ربي عز وجل كيبغي يعطينا المثال الأعلى. ها هي مريم ما عندهاش جا أصلا الزوج، ولما أراد الله تعالى أن يعطيها المولود رزقها مولود، وليس أي مولود، مولود نبي. هذا كيعطينا ربنا عز وجل الأمل على مصراعيه. رغم التقارير الطبية يقول لك الطبيب بأن ركين خلل عند أحد الزوجين، عنده ربما نقصان في البويضات أو في الهرمونات، أو عنده مشكل في الرحم، أو عنده مشكل في القضيب، أو عنده مشكل في العلاقة. هذا كله أسباب ومسببات نحترمها، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. هناك العلاج بالإيمان وباليقين. لالا نصيرة ننصحك لالا دائما تقري هذا المقطع ديال السيدة مريم اللي كنا كنتكلموا عليه قبيلة. أرجوك أنك قريه دائما في سورة مريم، لما يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اقرأيه إلى قوله: لأهب لك غلاما زكيا. اقرأيها وكرري هذه المقاطع وعمر قلبك باليقين، إن شاء الله وبجود الله وكرم الله سوف يأتيك الفرج. لالا ناصرة أسأل الله الكريم المتعال أن يسعد قلبك بحمل قريب. اللهم ارزق لالا ناصرة، ارزق حملا قريبا للذكور والإناث. اللهم حملا عاجل غير آجل، حملا خال من الأمراض والأسقام والعيوب، حملا كاملا مكمول. واجعله يا ربي مولودا طيبا في خلقته وخلقه. اللهم أمين يا رب يا كريم. ونتحول من تازة إلى قريم السويرة مع سيدي محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ لاباس بخير. الله يبارك فيك مولاي. أنا محمد من سويرة. مرحبا أهلا سيدي محمد. ومريض وبغيت كدعم يا الله يرحم والديك شي 4 سنين ولا 5، وأنا كنعالج هادشي بحال ديال داكشي ديال النفس بحال ديال السيحان فهمتي. سيدي محمد شحال عمرك أخويا؟ 25 سنة. وشباب، وشكون هذا اللي كتسحر هذا؟ وانت باقي شباب. واحد الشيخ كيكتب داك كيكتب الوراق. اييه. كتخاصمت معاه وداك الشيء وقال لي غادي ندير لك 14 جن وغادي ندير. وانت تقسي بيه غيدير هادشي؟ لا، هو تقسي بيه، هو كيدير داك الشيء خايب. واش وقع لك السي محمد؟ ومرض بزاف ودابا شي 3 سنين ولا هكاك وانا مع المرض. الله يشافيك اخويا، الله يشافيك سيدي محمد. الدواء باش كنعس. لا اله الا الله. وكتقرا شويه، كتخدم شويه؟ كنخدم، ما كاينش كنخدم الخدمه تاكد كلشي تاكد. الله يشافيك يا ربي يا رب، الله يشافيك ويعافيك سيدي محمد. الدعاء الله يرحم والديك يا ربي يا كريم. الله يرحم والديك يقولوا امين. امين امين سيدي محمد. واخا اخويا باذن الله تعالى لا حول ولا قوه الا بالله. كاين بعض السحرة اللي كيديروا الانتقام حقيقه، وقد رأيتهم بأم عيني. الناس كيوقع بيناتهم نزاع، ساحر مع واحد ساحر أو كيعرف ساحر، هو ينتقم من الأخير يقول والله إلا بقات فيك. أش كيمشي يدير؟ كيمشي يتصل بساحر وكيستعمل شي طرق غريبة وكيوقع له وقائع غريبة غريبة غريبة. كنعرف من بين الناس اللي كنعرفهم رجل إمام ويصلي بالناس التراويح، وتصادع مع واحد المرأة كتعمل الشعوذة، ومن اللي هدد وقابلته من النزاع قالت له والله تنتقم منك. وفعلا بقت وراه تنتقمت منه. اش دارت ليه؟ ولا تسخير واحد الروح خبيثة، ولا كيجي في الحنجرة ديالو من اللي كيصعد للمحراب وكيبغي يصلي بالناس. الصوت يلا كيقرا الفاتحة يتلعتم، كيوقع عليه واحد التلعتم في الحلق في الحنجرة ديالو. قلب الأشعة هذا الشيء ما كاين والو، كيقول عندك راه عندك راه عندك تهيؤات. ورا وقع ليه واحد السحر في الحنجرة ديالو. أجود ما كيملك هي الحنجرة ديالو، يصلي بها تراويح مع الناس.
ودرت لي ديك المرأة هذا العمل السحري والعياذ بالله. كنعرف شخص اخر دونتيست، رجل دونتيست كيعالج الناس، تخاصم مع واحد المرأة قالت لي والله تندي لك وندي لك، وفعلا سلطت عليه واحد الروح خبيثة، ولا واحد الاصبع ديالو ديال يدو ما كيتحكمش فيه، ملي كيبغي يعالج المريض يستعمل الكلاب او يستعمل البرا، ما يدو ما كيتحكمش فيها نهائيا. مشات واحد الاطباء قال لي ما عندك والو، هاد الامور كتسمى الانتقام والعياذ بالله. كيوقي الانسان كينتقم من واحد اخر كيصلي خدام، كيبرزطك كيمنعك من الزواج، كيمنعك من الخدمه، كيمنعك حتى راه شفنا ناس اللي في مستويات رفيعه المقام وكيوقع عليهم واحد النوع من الاصطدام فيما بينهم، كيدوروا الفتنه. هاد الشيء هذا رغم انه كاين في المجتمع قوي، ولا ذكر الله اكبر، ولا ذكر الله اكبر، كلام الله يعلو ولا يعلو معه شيء، كلام الله يعلو ولا يعلو معه شيء. كاين اللي هما غير مجرد مدعين كيقول لك انا غندير وغندير وما غندير والو، ولكن كيلقى الطرف الاخر مريض، كيلقى الطرف الاخر ضعيف، فكيتهيئ ليه بان غيدير وكيمرض، كيتسمى التمريض بالايحاء. هذا هو خاص الانسان يكون قوي. العلاج اول دي سيدي محمد باش كيكون، اول حاجه كيكون باننا نسترخص هذا العمل ونستصغره وتقوي الايمان بالله تعالى، ربي هو العاطي هو المانع هو الضار هو النافع، هو على كل شيء قدير. املأ قلبي بالايمان واقوي عقيدتي ولا اخاف، لا اخاف اطلاقا، حبه خردل الخوف ما عنديش في قلبي، لان عندك اتصال كامل بالله. هذه اول علاج اللي في قلبه الخوف، راه من تما كيدخل ليه ابليس. نقوي قلبي بالايمان بالله، ثم نخلي لساني رطبا بذكر الله دائما، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله، اللهم صل على رسول الله. لساني رطب بذكر الله، قلبي مليء بالعقيدة الصحيحة، ولساني رطب بذكر الله. ثم افوض امري الى الله، اسلم امري الى الله، وقول لك للساعة السحارة والمشعوذين ينالوا منك، يقدروا ينالوا منك واحد دقائق، واحد اليوم، نصف يوم، ثم داكشي يزول، ما عندوش تأثير نهائيا، بحال واحد الجدار سميك، واحد الجدار حديدي كيضرب ما لقى فين يشد. نقوي قلوبنا بالعقيدة بالله، نجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله، ثم نفوض الأمر لصاحب الأمر. دائما ذكروا الحديث النبوي الشريف لما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل المطلق على الله لن يضرك إلا أذى. أسأل الله الكريم سيدي محمد الله يشفيك، السادة المستمعين الله يجزيكم بخير، هاد الشاب راه مسكين معذب، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكلام الله يعلو ولا يعلى عليه. اللهم ببركة كلامك العظيم ونورك الجليل، اللهم أبطل ما به من سحر. وقال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم شافه وعافه، اللهم باعد بينه وبين السحر كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من أضران السحر كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب اجعل في قلبه نورا، وعن يمينه نورا، وعن شماله نورا، ومن فوقه نورا، ومن تحته نورا، ومن أمامه نورا، ومن خلفه نورا، ومن كل جوانبه نورا. اللهم احفظه يا نور بنورك العظيم. قولوا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. وغادي نمشي واحد لالة فاطمة من إقليم السويرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي كريبان كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي فاطمة. كل شيء بخير عمي. أعزك الله. الله يحفظك لينا، الله يخليك. الله يطولنا في عمرك عمي. شكرا بنتي. عافاك عمي كريبان، بغيت غير تدعي معايا. يا ربي يا كريم. أنا عندي توخر في الزواج عمي، وعندي العكوسات. لا إله إلا الله. عندي المانع. لا إله إلا الله.
عندي توفل ديال الجن عمي كيدير ليا المانع كيجي هنا الخطاب ما كيكملوش. كيفاش عندك التوكل ديال الجن؟ واش كتحلمي كيوكلوك بالليل؟ اه كنحلم وكنحلم بزاف بالحيوان. لا اله الا الله. مريضه ديما عندي. والله يشافيك يا بنتي يا ربي الله يشافيك. قوم دوي دار ليا المانيع كيجيونا الخطاب ما كيكملوش عافاك عمي دعي معايا الله. يا رب يا رب يا كريم يا ودود يا رحيم يا ربي فاطمه بنتي الله يشافيك يعافيك لا اله الا الله. لا انا بنت 82 عمي عندي دابا 35. لا اله الا الله. سنوات تمضي بسرعه لاله فاطمه لا اله الا الله الله يفرج عليك بنتي. وهذه واحده من بناتنا اللي عندها واحد المعاناه يوميه. لكم ان تتصوروا فتاه كتتجاوز 30 ما خدماش ما كانش مستقبل امامها العائله على قد الحال. لكم ان تتصوروا مقدار المعاناه ديالها. كيبقى المخلص هو ذاك الزوج اللي ربما غادي يسهل لها الله تعالى دير معها اسره ودير معاه وليدات واخا غتعيش على قد الحال. المهم بحال الناس بحال شي وقل من شي وراه غادي الامور. اكيد ان الفتاه ملي كتلقى بان هذا العريس طالت مده ولم يطرق الباب كتشعر بواحد واحد الاسى يوميا. كتشعر في كل ليله كتشعر باسى وفي كل زفاف ديال العائله او الجيران او المقربين يتضاعف لها الاسى. كتقول مالي انا من دون الناس. متي فاطمه هادشي كله واخا ذكرتي بان عندك العكوسات وعندك المواضيع وعندك التكال وعندك هادشي كله اسباب وفوق الاسباب هناك رب الاسباب. قد يكون فعلا انك عندك راكين الجن كيوكل بالليل كيدير لك التكال واللي كيشعر بمزوي راه فعلا كيوكلو كيدير له التمارين واحد الطريقه غريبه راه الانتقام الجن من الانس. وكاين كذلك اللي عنده فعلا العكوسات والموانع واخا كيدير الاسباب الابواب مغلوقه كيجري ويجاري ولكن والو ما كيوصلش. كيشعر بانه بلاصتو بحال كيدور بحال في الناعوره في نفس المكان نفس الدائره المغلقه. وكاين اللي غير كيتهيئ له تهيئات راه الحياه هكذا شاقه والحياه صعبه والحياه كفاح والحياه غاليه الثمن وولد الناس باقي ما لقاش فين خايف من خايف من الزمان وخايف من الكرا وخايف من المدونه وخايف من الالتزامات والمسؤوليه. فكيتهيئ لبعض الفتيات بان عندها المانع. العلم عند الله قد يكون كذلك وقد يكون لا. المهم الهدف المنشود عندنا هو كيف نخرج من هذه الوضعيه الى حاله اللي هي طبيعيه هي ان لاله فاطمه جات هي العريس ديالها يدق الباب ويجي الخطاب ويرتفع الزغاريب في البيت ويضرب بالدفوف ويكون هي الطياب والناس كيشموا ريحه الطياب والعائله والحباب. لما لا لما لا يا ربي يا كريم انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجب واذا سئلت به اعطيت يا قادر على كل شيء. اللهم عجل لاختنا فاطمه بالفرج. اللهم عجل لها بالفرج يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا من امره بين الكاف والنون اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون. اللهم اجعل هذه الليله عند ليله فاطمه هي اخر الاحزان. اللهم اختر لها من عندك الزوج الصالح الطيب المبارك المرضي المهدي. اللهم ارزقها زوجا صالحا في القريب العاجل. اللهم عجل لها بالفرج وكل بنات المسلمين كل بنات المسلمين اللي كيعانيوا من تاخر الزواج واللي كيعانيوا من العكوسات والموانع يا رب في هذه الليله المعظمه في هذه الليله المباركه يوم الاثنين. اللهم عجل للجميع بالفرج بجودك وكرمك. قولوا معنا جميعا امين 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 يا رب العالمين. وغنختم كلمه اخرى من اقليم السويره مع اخينا رشيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سي رشيد. كي داير عمي الحاج لاباس؟ الحمد لله مولاي. كي داير معايا الصحه؟ الله يبارك فيك. الحمد لله عمي الحاج الله يبارك فيك. انا بديت نطلب لك واحد الطلبه جوج دعاوي يا رب. الوليدات ديالي يعني شويه الله يشافيهم يا رب معاهم. وثاني حاجه احنا في اقليم ديال الصويره عندنا كان بنينا واحد المسجد وما جاب الله ما كماش وما عندناش فين نصلي وعندنا واحد الجامع قديم
وعندنا الرخصه ديالنا وعندنا كلشي المسائل ديالنا قانونيه كاينه. وطلعنا فيه شويه درنا السمعه درنا احنا الضاله الاولى بخير الحمد لله والناس تاع وقف داك الشيء والناس ما كاينش يتصلي العيالات كيصليو مساكنها في الدار وكنطلبوا الله والمحسنين يعاونونا. سي رشيد هاد الجامع حدد لي العنوان ديالو بالضبط. احنا في اقليم ديال الصويره جماعات ايدا وقرد. جماعات ايدا وقرد نعم. بينه وبين الصويره 15 كيلومتر نعم. كاين الفرق وكاين حدا كاين حدا الشانطي زعما موقع مزيان وكلشي والناس راه غاديين زعما مساكنش فيه وين الناس على حق الحال ماشي الدور فيها 80 واحد والجامع تبارك الله كبير. طلعوا الصومعه ولا مازال؟ طلعنا السمعة الحمد لله طلعنا السمعة دورنا البريك كامل درنا الدالة الأولى دابا باقيين خصنا الفينيسيون الكواضا شحال ديال المسائل والناس على حد 80 واحد في الدوار ماشي زعما شي دوار كبير باش تقول. نعم. وحنا كنطلبوا الناس محسنين كاين شي واحد يعاوننا راه حنا كاينه الجمعية اللي مكلفة ب كاين كلشي قانوني ماشي زعما جينا وكنهبلوا كلشي السلطة عطاتنا البلان عطاتنا الرخصة عطاتنا كلشي وعندنا واحد الجامع قديم كاين في وسط الروضة هذاك قال لك اودي ما دايزا فيه الصلاة وحنا لقينا جدودنا وكلشي كنصلي فيه حيت ما عندناش باش نبدلوه. نعم إلا كاين بينه وبين الروضة واحد الحائل واحد جدار راه تجوز فيه الصلاة إلا كان مباشرة إلى الروضة بدون حائل لا تجوز الى القبر. في الداخل ديال الجامع فيها القبور في الداخل فين كنصليو كاينين القبور كاينين تما شي تقريبا شي سته القبور في وسط الجامع فين كنصليو. نعم هذيك كنصليو بوحده ماشي شي جامع كبير. نعم كانوا اهل التصوف انهم كيدفنوا الاموات ديالهم يقول لك الولي يدفن حيث قبض في نفس المكان ديالو لكن علماء السنه كيقول لك بان المسجد اللي غنصليو فيه خصو يكون بعيد عن القبر وحتى المسجد النبوي الشريف في المدينه المنوره راه كاين جدار وكاين غرف امهات المؤمنين فاصل لابد من الفاصل. الحمد لله الحمد لله. على كل حال احنا كنتمناو يا ربي يجيب لنا شي محسن يوقف معنا ويكمل لنا ذاك الشيء راه قال لك ما ننسى معار باش حاجه بسيطه راه الحمد لله راه عنده تبارك الله الخير. يا خويا من بنى مسجد لله في الدنيا بنى الله له مسجدا في الجنه. انا راه ما قدرتنيش الفرحه دابا ملي كنهضر معاك هو اول مره كنتصل ما قدرتنيش الفرحه. يا مرحبا سي رشيد يا مرحبا اخويا. الله فيك شكرا الحاج ورعاك الله والله يخليك وليداتك وراه النمره كلشي حنا راه كلشي قانوني راه ما كاينش شي حاجه شي واحد بغى يتعاون معنا راه كلشي قانوني ما يعطينا الفلوس ما يعطينا يجي ويشوف كلشي بعيني. لا اله الا الله ان شاء الله يكون كل خير باذن الله. انا بينا عرفاش نصلي انا ما قاريش انا ما عمري مشيت للمدرسه انا عندي ثلاثه عندي جوج دراري وبنيه كيقراو والمراه ديالي ما عمرها قرات ودابا الحمد لله كتمشي للجامع فواحد السيده كتقريهم وكتعرف تهز القران وكل شيء والحمد لله داك الشيء اللي كنطلبوا في الدنيا. يا رب يا كريم يا رب يا كريم ودعي لي مع الوليدات ديالي الله يشافيهم ويحفظهم ويبارك فيهم سيدي رشيد الله يصلح لهم ويصلح الجميع يا ربي يا كريم. شكرا لك سي رشيد وكنعاود نجدد النداء للساده المستمعين خصوصا الاقليم ديال الصويره اللي هو اقليم فيه سياحه وفي واحد الفلاحه مزدهره وفي بعض الناس من اهل الخير بياعي السمك اللي هما كيسعوا في ديك المنطقه لنشر التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. هذه فرصه لمن اراد ان يستثمر مع الله. من اراد ان يستثمر الناس كيحبوا الاستثمار كيبغي يستثمر يدير واحد بقعة ارضيه يدير واحد الفيرما يدير واحد المحل التجاريه يبغي يشري اسهم في الابناك هذا كله خير استثمار لكن هذا استثمار في الارض هناك استثمار في السماء هناك بنك في السماء لا يقربه لصوص ولا يمسه السوس وهو الاستثمار مع الله عز وجل ان تساهم في بناء مسجد ليس بالضرورة أن يكون شخص واحد يقوم بهذا العمل وإنما قد يقوم مجموعة ديال الأشخاص. جميل أن ابناء المنطقة هما يساهموا غادي يجي واحد من أهل الخير غادي يقول أنا غنتعامل اليوم مع النجار غندير الأبواب والنوافذ غيجي آخر غادي يقول أنا غنتعامل مع صاحب الزليج غادي نصب الطريقة ديال الفسيفساء غيجي آخر غيقول أنا غنستعمل معمول الكهرباء
وغيدير التريات والكهرباء في كل منطقة. ثم غيجي اخر يقول له انا مع السباغة والاخر مع الافريشة. كل واحد بيدو وكتكمل القضية. وهكذا بيوت الله في المغرب الحبيب ما ساهم فيها الا اهل الاحسان واهل الفضل. كنعاود نذكر بالعنوان لمن اراد ان يستبق الى هذه المنطقة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا سارعوا. اقليم السويرة جماعة ايدوغارد على بعد 15 كيلومتر من اقليم السويرة، مسجد في طور البناء، الله يتقبل من الجميع. وسي رشيد ان شاء الله حنا تاعنا ندقوا الابواب ونحاولوا نبوا اخواننا اللي كنعرفوهم باش يمشيو لديك المنطقة. هذا استثمار مع الله في السماء، الله يتقبل من الجميع. شكرا لك اخي رشيد من السويرة، وحافظ الله الاولاد والبنات. وغنمشيو للدار البيضاء مع لالا حافظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام استاذي، السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا لالا حافظه. اهلا استاذ، كنشكر الله وكنشكركم من بعده. العفو لله. لانك منتم المتنفس الوحيد لنا. العفو لله. استاذ الشكيك حالي انا ارمله. اييه. بغيت تشوف واحد الموضوعين فيهم الحلال ما الحلال، شنو الحلال شنو الحرام. انا زوجي مات قبل مو. نعم. بس قبل مو مني تباعت. احنا اصلا احنا ما كناش ساكنين، احنا في نفس الكراج. كبروا ولادي فيه، انا بقيت غير انا واحد المراهق ياسين، ولادي كله شاف حاله. الارث جانا ناقص، تيقولوا لي حيت الزوج ديالك مات قبل مو. ايه. ذاك الرزيق اللي جاني انا ما وردتش، قالوا لي انت ما توردتيش، انا فعلا ما وردتش. غير الرزق ديال ذاك الطفل المراهق. نعم. وبنتي مزوجتها هي سمحت لينا في الرزق ديالها. ها هو عندنا هذا الطرف من الرزق. ايه. ما غاديش يشري ليا حيت ما عنديش اللي غيتباع تريطه، قالوا لي التريطه حرام. نعم. وما يكريش ليك، ما عندكش مدخول مقارب. ما يكريش ليك لاني نقدر نمصو يمشيو ليا فلوس ليا تاهنا، او بالاحر غير هاد اليتيم، لان عندي شابين كل واحد خاض رزقه بغا يدير به شي حاجه ديالو حيت ما كيخدموش، هما نجارة ما خدموش. بغيت الرهن، قال لي الرهين حرام. قال لي يا بنتي نغامر معاك نخلص لك ماما شويه شي 10000 لكان الشهر. درت تعييت ما لقيتش السيد شي دار اللي غتخلص فيها 10000 لكان. قالوا لي الرهينه حرام. نعم. بحال كتستغل لي مول هذيك الدار في ضيقتي. ما شاء الله. الان انا بحال كنخشم، بحال اشتكي الله. لا اله الا الله. ماشي راضيه بيه. عشت الفقر، عشت المشاكل، عشت كل انواع المشاكل، عمري ما اشتكيت حتى الوالديا. والديا ماتوا عمرهم ما دوا في ودنيهم شكوى. لان ديما كنقول هذاك الشيء، قسيمه من الله، قسيمه من الله. الله اللي بغى، الله اللي مسطر لي هذا العيش. ولكن دابا لقيت راسي امام نفق مسدود. لا اله الا الله. انا عندي هذاك الرزيق. كان الحكومة كتهضر عن الناس ذوي الدخل المحدود، أنا لا دخل لي. لا إله إلا الله. ما كندخلش حتى درهم، حتى درهم النار، حتى درهم الشر. ما شاء الله. ديك البنية اللي كتعطينا شوية باش نعيشوا، كانت كيسولي وراه طفل المراهق ما كيعرفش ما عديش. متطلباته كثيرة، ما كيعرف ما خدموا ما عديش. ما كيفهمهاش. أنا فلوس أو بالأحرى غير فلوس، لأن البنت سمحات في رزقها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أعوذ بالله من قولي، أنا معروفة بالأمانة. ولو فريحة كثير ما نقربش لك الأمانة حيت ما عندي فيها التلاصيب أنا. لا إله إلا الله. ما شاء الله. دابا افتري أستاذ أش غنقدر ندير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لي سيري هادشي مقاول، دفعي ليه وطلبي ليه، ديري غير بينك وبينه تريدي. ما لقيتش انا مقاول، ما غاديش هذاك الوقت كاع يهضر معاك. ما حرت اسالو عندي اللول ديال الشهر واحد خصني نخرج، خصني نخوي. لا اله الا الله. ما اسمح لي. العفو اختي، العفو اختي حفيظه. اشكي للمستمعين.
اللي يعرف شي حل ولا واش بصح الرينا حرام واش حتى التريطه حرام. انا خفت، انا عندي 57 عام من عمري. الله يطول عمرك لله. ما عرفش استاذ، انا ما عرفش ناحي لا تالي. لا اله الا الله. انا وهذاك الطفل مره واكلين مره لا، هادشي هادشي ما عندوش شي حاجه عندي. انا كيكلت كيما كلت. لا اله الا انا كثيره الصيام بدون افتخار، انا كثيره الصيام. انا هذاك الطفل واخا كنشري ليه بيضه، هو وحدايا بغى يقولها لك فمو يقولها لك، كنشري ليه بيضه وحده كيقدر يتغدى بها ويمشي للمدرسه. الله يتقبلك منك. لا اله الا الله. ولكن ما ما شاء الله ما شاء الله. لاله حافظه، يبدو ان قضيتك هي قضيه واحد الفئه كبيره من المغاربه. بحال لاله حافظه كيجوا عندنا الاذاعه لحد الساعه، انا انتظر ماذا افعل مع واحد مجموعه ديال الناس جابوا لنا مساكن ملفات ديال الافراغ. بحال لاله خديجه كتسنى فيا من الدار البيضاء اش غندير معها. واحد الاخت اخرى كذلك في لساسفة، واحد المجموعه ديال الناس، شرائح كثيره من ابناء وطننا مشكلتهم هو ان الانسان كيكبر وكتجي ظروف كيموتوا اللي كانوا كيمولوه وكانوا كينفقوا عليه او كيتعرضوا لشي اذى وكيصبحوا طريح الفراش وما كيكون عنده حتى شي مدخول مادي، ما عنده حتى مدخول مادي وكبر في السن، ما يقدر هو بنفسه يزاول حتى مهمه، وكيلقى راسه في انه في واحد بعد عمر طويل كيلقى راسه بانه على عتبه الشارع، عنده حكم بالافراغ، خاصو يسلم المفاتيح لاصحابها، من حقهم ياخذوا رزقهم، ولكن هو كيلقى راسو بانه امام مفاجاه غير منتظره غير متوقعه، عمرو ما كان كيظن ان غتوقع به الواقع هكذا. وقديما قالوا ارحموا عزيز قوم ذل. الناس كيقلبوا على واحد المخرج، كي غيدير؟ غادي يمشي للبنكه، البنك قال لك الربا حرام، الرهن الرهن، وحتى البنكه متمشي عندهم ما كيستقبلوش اي امكان، راه كيقول لك لابد انه ياخذ يكون عندك واحد الوظيفه واحد مدخول محترم اللي يقدر على اساسه يعطيك الكريدي، او عندك واحد الملك ارض فلاحيه او ارض عقار على اساسها كيعطوك ذاك القرض. ما كيتعاملوش البنكه مع الفقير، كيتعاملوا مع الغني. والرهن واخا فيه وفيه، واش هو حلال او حرام في اختلاف فقهي، المشكل هو ان هذا مشكل كبير عند الساكنه. واحد مجموعه من ابناء وطننا كيعانيوا من مشكله السكن، عندهم احكام بالافراغ، والبنكه بغات فلوسها، ومول الدار بغى سويرته، وهما كيلقاوهم واحد الحاله ما كاين لا رحيم ولا قريب، حتى ذاك صله الرحيم اللي كانت من قبل بين الاحبه ولات ضعيفه بين الناس. اكيد اننا محتاجين الى ايجاد حلول. نعم الدعاء الى الله تعالى هو مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج، لكن خصنا كمجتمع نحاول ان نجد حلول للطبقات الفقيره واللي عندها ظروف اكثر من صعبه، ماشي صعبه، اكثر من صعبه. كناديو دائما باش يكون ما يسمى بالقرض الحسن. القرض الحسن بعض الابناك انها تساهم في ايجاد صناديق تكون فيها القرض الحسن، وكاين فاش نمولوها عن طريق بعض الاخيار اللي باغي يوضع فلوسه ويبلوكيها لمده 5-6 سنوات، ما ياخذ على فوائد ولا ارباح، من خلالها تتجمع في صناديق كبرى وغتعود بالملايير وتعطاك كقروض حسنه لمن اراد ان يجد حل من الحلول. في انتظار ذلك لاله حفيظه، نطلب الله تعالى يسخر لك اهل الخير. ربي عز وجل الا تسد شي باب راه كيفتح ابواب وابواب. نطلب الله تعالى الله يسخر لك اهل الخير، ويسخر لك الله اهل الفضل، ويسخر لك الله تعالى اهل الكرم. اللهم يا رب يا كريم، بحق قولك ليس لها من دون الله كاشفه، ليس من لها من دون الله كاشفه، ليس لها من دون الله كاشفه. اللهم اكشف على ما اختنا حفيظه وغيرها من عبادك المؤمنين، اكشف عنهم البلوى، اللهم اكشف عنهم الفقر، واكشف عنهم الحاجه. يا رب انهم يدعونك جميعا دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر. اللهم ارحمنا واياهم اجمعين رحمه واسعه. اللهم الطف بعبادك المؤمنين وتداركهم برحمتك الواسعه. انت ملاذنا وانت عيادنا، نتوسل اليك باسمك الواحد الاحد الفرد الصمد العظيم ذي الشان الكريم.
اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج يا كاشف الغم، يا مفرج الهم، يا من إذا أراد شيئا حسبه أن يقول له كن فيكون. اللهم عجل بالفرج يا لطيف يا لطيف، ألطف بعبادك الضعفاء، يا رحيم يا رحيم، ارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة، يا غني يا غني، اغننا بفضلك عمن سواك، كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها. ألطف بعبادك الفقراء والضعفاء في قضائك وقدرك الذي قدرته علينا، يا أكرم الأكرمين، يا صارخ المستصرخين، يا غوث المستغيثين، يا من به تحل عقد المكاره والشدائد، يا صاحب الفرج، أنت المدعو في كل وقت وحين، لا ينكشف من المكاره والشدائد إلا ما كشفت لنا. اللهم لا فاتح لما أغلقت، ولا ميسر لما عسرت، ولا معسر لما يسرت. اللهم صل على النبي محمد، وافتح لنا أبواب الفرج، وهب لنا من لدنك رحمة وصلاحا ورزقا وفيرا. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم.